بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمته وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسم التنزيل. في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن حذف اللام في الرسم العثماني، ويسرني بداية أن أرحب بضيفي هذه الحلقة. أرحب بالقارئ الشيخ محمد بن خلفان الشريقي، حياكم الله الشيخ محمد. حياكم الله. أهلا وسهلا. كما أرحب بالخطاط الأستاذ محمد بن قاسم القاسم. أهلا وسهلا. حياكم الله شيخ. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. أحسن. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود بعده إن شاء الله تعالى، أرجو أن تبقوا معنا. تلاوته طريق جنان، ورسم الحرف فيه بيان، مصاحف حقها الترتيل. فشكل الحرف والكلمات له علم وسر ثبات، تجلت حكمة التنزيل. مرحبا بكم من جديد. ذكرنا في الحلقات السابقة أن الحروف التي حذفت من رسم بعض الكلمات القرآنية هي الألف والياء والواو واللام والنون، وتحدثنا عن حذف الألف والواو والياء، وعرفنا قواعد حذف هذه الحروف في رسم المصحف الشريف. أما حذف اللام فالمقصود به حذف إحدى اللامين المتصلتين في كلمات مخصوصة في القرآن الكريم، وهي الكلمة الأولى الليل، حيث وردت في القرآن الكريم نحو قوله تعالى: والليل إذا يغشى، بسورة الليل. أما الكلمة الثانية فهي اللائي، حيث وردت في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، بسورة الطلاق. الكلمة الثالثة التي رسمت بحذف إحدى اللامين المتصلتين كلمة التي، حيث وردت في القرآن الكريم نحو قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، بسورة آل عمران.
لنتعرف أعزائي المشاهدين على رسم كلمة الليل بالخط الذي كتبت به المصاحف العثمانية وهو الخط الكوفي القديم. الأستاذ محمد، نعم، كيف ترسم كلمة الليل بالخط الكوفي القديم؟ نعم. ترسم كلمة الليل بالخط الكوفي القديم بهذه الطريقة. أحسنت أستاذ محمد، بارك الله فيك. بارك الله فيك. إذن تلاحظون أعزائي المشاهدين أن كلمة الليل رسمت بلام واحدة. لنستمع الآن إلى تلاوة سورة الشمس برواية ورش عن نافع المدني وخلف عن حمزة الكوفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها وضحيها والقمر إذا تلاها إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها إذا يغشيها والسماء وما بناها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها وتقويها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكيها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دساها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقبيها. صدق الله العظيم. أحسنت شيخ محمد، بارك الله فيك، تلاوة رائعة ما شاء الله. الكلمة الثالثة أعزائي المشاهدين التي رسمت بحذف إحدى اللامين المتصلتين هي اللاتي، حيث وردت في القرآن الكريم نحو قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا بسورة النساء. أما الكلمة الخامسة التي رسمت بحذف إحدى اللامين المتصلتين فهي كلمة
الذي كيف جاءت في القرآن الكريم نحو الذي الذين اللذان اللذين نحو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بسورة البقرة، وقوله جل شأنه واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما بسورة النساء. لنتعرف أعزائي المشاهدين على رسم كلمة اللاتي كما رسمت بالخط الكوفي القديم الذي رسمت به المصاحف العثمانية. الأستاذ محمد، كيف ترسم كلمة اللاتي بالخط الكوفي القديم؟ ترسم هذه الكلمة بهذه الطريقة. الياء رسمها غريب بعض الشيء. نعم سبحان الله، أحسنت أستاذ محمد، بارك الله فيك. بارك الله فيك. إذن أعزائي، هكذا رسمت كلمة اللاتي بلام واحدة كما هي بالخط الكوفي القديم. لنستمع الآن إلى تلاوة آيات كريمة من سورة النساء من الآية 15 وحتى الآية 17 برواية قالونا عن الإمام نافع بوجه قصر المد المنفصل وصلة ميم الجمع وقراءة الإمام ابن كثير المكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم، أحسنت شيخ محمد، بارك الله فيك، تلاوة رائعة ما شاء الله. أعزائي، لسائل أن يسأل ويقول هل اللام المحذوفة في رسم هذه الكلمات هل هي اللام الأولى أم اللام الثانية؟ في كلمة الليل واللائي واللاتي إلى غير ذلك من الكلمات التي ذكرناها. رجح الإمام أبو عمرو الداني أن اللام المحذوفة هي الثانية، واختار أبو داود أن المحذوفة هي الأولى،
وعلى هذا العمل في مصاحفنا. إذن هذه هي الكلمات الخمس التي رسمت بلام واحدة من الكلمات المشتملة على لامين متصلتين، وأما ما عداهما من الكلمات فمرسوم على الأصل وهو ثبوت اللامين معا، نحو الله، اللهم، اللطيف، اللؤلؤ، اللمم، إلى غير ذلك من الكلمات. إذن خلاصة درسنا لهذا اليوم: حذفت إحدى اللامين المتصلتين من رسم هذه الكلمات في المصحف الشريف، وهي الليل، اللائي، التي، اللاتي، وكلمة الذي كيف جاء في القرآن الكريم. وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غذاءك حياتك، والمعدة بيت الداء والدواء. ما الطرق المثلى الواجب اتباعها لننعم بحياتك؟